زي ما سمعتم السيد الرئيس لا تهجير وخط أحمر. والحقيقة يمكن السيد الرئيس بيقول إنه الثبات والهدوء والتعامل بتروي ليس ضعفا، ده أكيد، بس عمرنا ما حسينا إنه ضعف، بالعكس كنا حاسين إنه منتهى القوة. ومن أول يوم ومن أول الكلمات ومن أول يوم 7 أكتوبر وكلمة القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة تماما. والحقيقة يمكن هذا الوضوح وهذا التروي وهذه الرؤية هو ما جعل الجميع يعترف بأن لا تهجير قسري الحقيقة، وده مجهود كبير بذلته مصر طول الطريق. خلينا كمان نرجع تاني لكلمة السيد الرئيس اللي أكد فيها على أن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة في ظل تصعيد غير إنساني، وطبعا هذا التصعيد اتخذ منهج العقاب الجماعي، وده اللي احنا شفناه، وارتكاب المجازر. طبعا كنا كلنا بنتابع ونقول ما ذنب الأبرياء في هذه الإبادة اللي كانت ليل نهار. تعالوا نعود ونستمع إلى جزء من كلمة السيد الرئيس. كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني، اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض. ولم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها. ومنذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة هذه الحرب أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وتحديث المعلومات بشكل موقوت والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة. وقد تشكلت خلية إدارة الأزمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية، تابعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة. وقد كان قراري حاسماً، وهو ذات قرار مصر دولة وشعباً، بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم. ذلك القرار الراسخ في وجدان أمتنا وضميرها، فمصر قد كتب تاريخ كفاحها مقروناً بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود.